تقيم القوات المسلحة حفلاً غنائياً كبيراً بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير المجيدة. يشارك في هذا الحفل الفنان محمد الحلو والفنانة نادية مصطفى والفنان حكيم والفنان لؤي والفنان تامر عاشور. أي غنى لمصر أو أي أغنية وطنية متهيألي لازم تكون نبع من الوجدان من جوه، لأن أنا مش بخاطب بها حد، ده أنا بخاطب بها نفسي، بخاطب بها وطنيتي، بخاطب بها وجداني من جوه، هو اللي بيخرج الحاجة دي، بيخرج الإحساس ده. فمختلف علشان ما فيش الحركة بتاعت سقفوله والرقص لا، في التزام، في شكل معين، في صورة معينة لازم تطلع بأبهى صورة، لأن دي أغنية لمصر. احنا من أول الثورة وعملنا كذا حفلة مع شؤون المعنوية، كانت بتتكلم دايما عن الثورة، وكانت بتتكلم عن الحقائق الموجودة في الشعب المصري، بيعرضوا علينا الحاجات يعني الأغاني، وإحنا بنتقدم بتسجيلها وحضور الحفلة طبعا، وبيبقى شرف لينا كبير. يعني أنا طول عمري شرف لي أن أنا أي حفلة للقوات المسلحة الجيش المصري بحس أنه شرف، لأن الجيش المصري صاحب أكبر انتصار في تاريخ مصر كلها. حفلة رائعة بتقيمها القوات المسلحة في ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة. انتظرونا يوم الحد اللي جاي 29 يناير وحفلة رائعة للقوات المسلحة. أشرف عبد الوهاب، نهارك سعيد.